الخلفية الدفاعية بشكل رائع. رايا وتسلل راي أنتوني دويكاي بيحاول يمر هذا الخطير هذا الخطير وخطيرة خطيرة كورة جميلة من دويكاي بالخطير هذا وحده فقط النيجيري هو مسجل الفيحة عنده 4 أهداف أنت وحدك عنده 3 أهداف عندك التمريرات هذا الاستلام داخل منطقة الجزاء محاولة عند أبو بكر محاولة تسديد الله جميلة جدا جميلة من الكرة الكاميروني اللي قال للجب من نص الملعب استلام سامي النجعي تمريرة رائعة رائعة جدا من النجعي نعم ما عند الرغبة الهجومية الكبيرة هذا أبو بكر في محاولة استلام تسديدة لكنها بعيدة عدت إلى خارج أرضية الملعب هو عند الرغبة أبو بكر الموسم الماضي مسجل 9 أهداف فينسيت أبو بكر ألكسندر يلعب الكرة لكن هذه سهلة لويس كوستافو يعتذر البرازيلي عدد كورت ما عنده مشاكل في المرور والعرضية ما عنده فيها مشاكل والمشاكل على رأس من وصلت إلى حارس المرمى ستويكوفيتش معها حكم المباراة يحتسب خطأ كرات العرضية لكن حتى الآن لم ينجح النصر باستمرار اللعب هذه الكرة بندر يلعب الكرة العالية طالع دافين أولمان يتقدم الآن يلعب الكرة العرضية والأرضية لكنها تقطيع عبد الله حاول يلعب وسط المدافعين حاول يتقدم القوة الجسمانية فينسنت أبو بكر سيطر على كورته 3 لاعبين أبعدها بندر الحارس الصربي فلاديمير يلعب الكرة الطويلة هذه محاولة اللعبة لويس يلعب الكرة هذه خطيرة لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب هي خطيرة يا سامي النجعي هي خطيرة يا سامي النجعي لكنها عدت من أمام راحت مرة ثانية محاولة هذه داخل منطقة الجزاء عالي بالرأس عدت خطيرة 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 يا سامي النجعي خطيرة للنصر خطيرة اللعبة بالرأس في التوقيت فينسنت أبو بكر المرور من الأول والعرضية اليمين وشويش يتدخل وناصر يبعد الكور حاول في الاستلام هو راح النجعي بوسى بعان ومحمد إسماعيل لكن الحكم كان قريب أعطى في الكرة الأولى مطلق أوسبينا صمام الأمان أوسبينا قريب لبس الكرة لعب الكرة على اليمين هذه خطيرة اليمين الله الله الليلة ليلة الحراس وهذا الرد يبرد الرأس لكل من هو يشاهد المباراة لويس كوستافو يبحث عن الطرف الأيمن ما شاف حتى تسويب الله الكرات الثابتة والمتحركة عند البرازيليين سيان عند البرازيليين سيان فارس نجد ينطلق نحو الوصافة نحو الفصافة قبل التوقف فهو لا يعرف أي حال للتوقف العالمي في مرسول يريد العودة إلى الأمجاد وعندما يسجل العالمي في مرسول وعندما يسجل كان في كل المباريات يسجل مبكرا أحس هذا المدرب الآن الفرنسي بأن عليه أن أي استخلاص يلعب الكرة للأمام والعالم جول أوهو أوهو البرازيليين العالمي باللغة البرازيلية باللغة البرازيلية عالمي يكتب أحلى البدايات وجمهور ينتظر أجمل النهايات وجمهور ينتظر أجمل النهايات بالعرضيات بالثابتات بالمتحركات في العودة كونان محاولة تسديدة يا كونان هذه بحرر تاليسكا لما طلع أبو بكر حاول يمر تسديدة الله يا عالمي حلق فوق يا عالمي ليلة عالمية ليلة عالمية يا تاليسكا انفجر النصر في مرسول هذا هو الجول في مرمان يراوغ عبد الرحمن لعب الكرة عبد الرحمن رابع